الشباب لاعبين الخوالدية رايحين البر اليوم. يلا اولاد اركبوا الباص، يلا رايحين البر. اللي يبغى يسوي تحية للكاميرا، ها اهلا اهلا، مستعدين للبر يا شباب؟ يلا هذولي ابطال مستقبل الخوالدية ان شاء الله، رحلتنا اليوم للبر. وهذول الشباب لاعبيننا الصغار، اهلا احلى تحية، كفو كفو. يلا اركبوا كل واحد في مكانه اولاد، يلا ابطال يلا ابطال. يلا احمد معاهم، احمد معاهم. محطة من محطاتنا، نتوقف عند مزرعة الجمال، الشباب كلهم قاعدين يتفرجوا على الجمال. وهذا الحين مشى الباص ومستعدين للمغامرات الحين والتطعيس. وين جاهزين شباب؟ يلا وصلنا الجلسة الآن، وهذا الأولاد الحين بدأوا يتوضوا عشان يصلوا. هذه الجلسة وبعد شوي نتغدى. اثنين ثلاثة. سوي يلا وقت الغداء. يا سلام. حلو الاكل جعفر؟ غزي حلو. ها اولاد ما شاء الله صحن خاص. يوسف اي كرر حمود فريق الاشبال مرتضى صادق يستناني ويستنى كابتن حسام ويا احمد. سانس ها سان يلا سير باشا خلاص شكلك
منين؟ حق الشارع. تشبون قوة؟ يلا يلا يلا. دقيقة نزل الرمل. كيان كذا شو سوي كذا؟ والله كذا رمل من ورا شعره. كيان شوف. من اللي كسرها؟ انا كسرها. كابتن سوي له كذا. كل هذا الخشب اللي جمعتوه؟ بس هذا. والله ممتاز والله. لا لا تحط. بيحط البطاطس؟ نعم. وهذه حقت مين هذه؟ هذه حقت كبس. تعال شوف. والله النار قوية. خلاص ما عليك. وهذيك حقت مين ديك؟ ترى وين اخواني يشتغل؟ لا هذه حقتي. انت الاول على الصوني. ترى بيمهل على ما يستوي البطاطس، البطاطس صاص على الدوره ما يزبط. وين صار؟ الملح وين الملح؟ ايه لما يغسل درايتين. داخل كابتن. اول بطاطس. وين صار؟ صار. كابتن عادي درايه وبطاطس؟ اكيد. عادي. صاص. لا كم دراية تاخذ؟ ما دراية واحدة. لا توديها. جعفر. وين جعفر؟ مطرح فرد يا حسن. وهذه رحلتنا، رحلة لاعبين الخويلدية للبر إلى مزرعتي في البر. إن شاء الله إن شاء الله أولاد تنعاد كل سنة.